رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقتين عن إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما. وأشادت مصر بهذه الخطوة الإيجابية على مسار تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ وحدة الصف العربي، مؤكدة دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العربية على مختلف المستويات وحماية مصالح الشعوب العربية الشقيقة.